لماذا ترضى أن يطلق عليك صفة المتحرش؟ ما الذي يدفعك بالتحرش بالنساء؟ مالفا فيغ، مالفا الضرب، قاع ما تحبش تهضر معاه يجيب لك يضربك ويزيد يسبك. أليست المرأة هي الوالدة والزوجة والأخت؟ باش واحد باش يمدلك بيبليسيتي لازم يدوموندي منك حاجة، امبوسيبل يمدلك بيبليسيتي هكاك. حرام أن نقول أن المرأة الغير متحجبة يتحرش بها لأنها غير متحجبة. عندما يقع التحرش ألا تشعر بالندم؟ أم أنك تتلذذ بإذلال الناس؟ لو كان ما يكونش النقص الموسيكسيال عليك ما تخدميش. جا عندي لصق في قلبي غير ما ديريش سمير، ديري سمير ودور عليك الحكاية ونلبس هذا ما كيش هبطه. هل المرأة هي المسؤولة عن إغرائك وإيقاعك في التحرش؟ المرأة قنبلة أينما وجدت فثمة لعنة الله. وماذا عن الاتجاه المعاكس المسكوت عنه وكأنهن لم يحدث أبدا وأن فعلتها النساء؟ التحرش الجنسي، من يتحرش بمن؟ موضوع حلقتنا القادمة من برنامج الخط البرتقالي يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الهوغار تي في. انتظرونا.